مملحة. شوفي شوفي ما بنشوفها. خلصنا شبعنا وضبينا سفرتنا لليوم سيق عم بحر. والله والله انه كان شيء خرافي اليوم بصراحة. هو كل يوم عم يصير شيء خرافي اكثر من اليوم يلي قبله. وحلوة اذا بتحلوة. تفضل. شايفين عملنا الحركة اللي اتفقنا عليها انا وعمر. هو بقفن هنيك على بناوله. هاي خلصنا. والله بدي كاسة فيمتو. ما شبعت من الكاسة اللي شربتها. الكاسة ما شربتها كلها. خلصنا. اخر شيء بس شو بدي اعمل؟ بدي امسح الطاولة. ايام بس تروح. انا هلا حتى انتبهت. انا على قد ما لي جوعانة واندمجت بالاكل ما شربت ماي. ما شربت انينتي. لازم اشربها. لازم الواحد يشرب ماي. قد ما شربتي؟ نسيتي كذا ما اكلتي. والله بدي كاسة فيمتو. ما شبعت من الكاسة اللي شربتها. الكاسة ما شربتها كلها. خلص اخر شيء بس شو بدي اعمل؟ بدي امسح الطاولة. ايام بس تروح. انا هلا حتى انتبهت. انا على قد ما لي جوعانة واندمجت بالاكل ما شربت ماي. ما شربت انينتي. لازم اشربها. لازم الواحد يشرب ماي. قد ما شربتي؟ نسيتي كذا ما اكلتي. على قد ما جوعانة منظر هيك التسقية دوخني بصراحة. نسيت اشرب مي. شربت فيمتو. ايه خلاص انت بشرب فيمتو خلاص. بس ماما المي طعمتها غير. بدي ليف هلا الطاولة الليفة غير شكل وامسحها. لانه الكاتشب عم يمسح عليها الكاتشب. امسح اول شيء هيك شوي بالمحرمة. بعدين بليفها. عشان الكاتشب ما يصير بالليفة. والليفة تصير عبارة عن كاتشب. هلا هيك منليف الطاولة. كتير حب الاجواء برا. شايفين؟ اول مرة بقعد بالبرندة زائد اول مرة باكل بالبرندة. تخيلوا صلي تقريبا سنة وشوي ساكنة بهذا البيت. هاي أول مرة. نحن خليناك تعزيز البرندة. إيه والله هاي أول مرة نقعد ونفطر كمان بالبرندة. بدي هلا أجيب الليفة. مال الليفة في الطاولة اللمعة تلمع. هاي خلصنا برا. وبدنا هلا ما بقيناش نرتب الأكل. راح خلي الباذنجان والزهرة مع بعض. صحن واحد. بس حط الكبسه برا. اوكي هو هيك على اساس نسخن الكبسات لانه عن جد بيشغل كمان. بس شو ما ضل مكان بالطاوله. وغير هيك عن جد يعني حتى لو انه سخنينهم ما راح نقرب عليهم. خلص هي صحن المقالي خليه مع بعض وبغلفه. ماما هلا بدي صحن بس والله للهيك للتسقيل. حطهم بالكبير هذا المسطح ولا زبدية؟ زبدية احسن لك. اوكي يلا اعطيك التسقيات والزبدية. بس كبيرة عليهم الزبدية. ها كبيرة عليهم. هلا هذول نتسحرهم اليوم. هذا اهم شيء. هذا لازم غطيه. اذا حطيته مثل ما هو هيك بالبراد حتصير البراد عباره عن ريحه ثوم وليمون. لا ماما بدي اغطيه بالجيلاتين. ايه
هو هيك ماما. هو ليه ما في داعي لانه اسمي لبنانية. لفت التسقية وصلت عليهم هيك طبعا عشان ما ياخذوا مساحة كثير بالذرات. هلا هلا قاعد صحن المقاعد هدول بدي اخنقهم خنق عشان ما تطلع ريحة البراد. خلصنا كاسة شاي أخضر، بس مو الأخضر العادي، هي السليمينج اللي بينحف. سلسلة عيخدي يا ماما، لأنه بدك واحد إليك كمان. طيب يلا تعالي خديهم، لأن شو بدي أعمل هلا؟ بدي بخر البيت، ما انه اليوم كان كثير شغلنا بالقلي يعني وبقالي، فراح اخر لكم البيت وفوت اتحمم، لانه عن جد هلا صار بدي حمام. يلا خذيه خلينا التهي شوي بالبخور بخر البيت. اهم شيء المطبخ، بس المطبخ ليفنات الليفة خصوصي الغاز بالزيت، حطينا كلور كرمال هيك شوي. انا بحب احكي الكلور. حطيت الفحم على النار وهلا حجيب المبخره. شفتوا حطيت المبخره بهي القاعده. شو في شيء خبر صح؟ البخور كثير حلوه. فحم حاجة لما أصلاً هذا فحم سريع. ما في داعي بخر حالي، لانه قد ما بخرت حالي ما حيمشي الحال، حفوت اتحمى. شوي روح بخر الصالح. انا اليوم نمت بالحمام، سيد ردقت علي الباب قلت لي بس طمنيني عنك، انت منيحه؟ منيحه. خلصت اوف، لانه عن جد اليوم كان يعني الوضع كثير هيك خطير وعباره عن عادي. نحن بس هيك يعني عندنا بالبيت كل حدا بوش شكل وبيكون فيه شيء فجأة بيصير فيه شيء عادي يعني طبيعي. شفت انا قديش طرشت اليوم حالي بالزيت، حرقت حالي. ما بعرف انا لاخر رمضان ممكن ايدي يكونوا مشوهين. انا هلا بحاله كثير توتر يعني كثير توتر. ايه كلي على الكل فهمت كثير توتر بحالتي. يا الله ريحت مجنن. ايه خي عزيز رب حالتي هلا كثير كثير.